وأن تتذكروا ولا تنسوا أن هدفكم القريب ينحصر في تحرير بلدكم من قوى الغزو وتابعيه، وليس له بعدا آخر لتصفية حسابات أخرى خارج هذا الهدف. وعلى هذا ينبغي أن لا تضربوا على أساس مواتاة الفرصة أمام فوهة البندقية فحسب، وإنما على أساس الضرورة الملجئة التي تهدف إلى تحرير العراق من الغزو اللعين وذيوله وتابعيه، وأن لا يغيب عن بالكم أن التحرير هو الهدف، وأن كل عمل خارج الضرورة الواجبة لإنجاز الهدف ميل أو انحراف عن خط جهادكم. أيها الأخوة، لقد ظلمتم من الغزاة وتابعيهم وأعوانهم وشركائهم، فلا تظلموا أحدا، إذ أنكم لو ظلمتم فكأنكم تظلمون أنفسكم، لأنكم تنزعون عنكم حق الله فيكم وتتيحون الفرص للمتصيدين ليشوهوا جهادكم ونضالكم وليقولوا وليتقولوا عليكم ما لا يليق بكم، وهي خسارة عظيمة لو حصلت لا سامح الله. وعندما تنتصرون تذكروا أن النصر هو نصر الله وأنتم جنده، مما يتوجب عليكم التسامح والعفو، مبتدئين بأن تضعوا دماء أبنائنا وأبنائكم وأخوانكم تحت البساط، ومنهم أبناء صدام حسين، عفوا صادقا لوجه الله. آخر مرة شفتوا المرة اللي قبلها كانت 12. لا تنسوا وأنتم تتذكرون أن بعد كل تباعد تقارب، وبعد كل بغضاء قد يمن الله بمودة وألفة، وأن الإنسانية حالة واحدة تستلزم صيانة معانيها، وأنكم شعب واحد عظيم تعلمتم في مهد أرضكم أعظم المبادئ الإنسانية والدين الحنيف، وقد نقلتم إلى البشرية الأديان الموحدة على التوالي، أنقذتموها وعلمتموها طريق الحضارة والنجاة من بؤس التوحش والضياع، وأنكم ضحيتم من أجل هذا قديما وتضحون اليوم، وأن هذه المبادئ وفي مقدمتها العراق العظيم واحدا غير مجزأ تحت أي لون ولا فتة وادعاء أو حقيقة، هي شمعة فينا تضيء الظلام وعطرا يبدد عفونة العفين. محاربة العدو محاربة المحتل، نعم. ما تتشوى إلى هذا أدعوكم كما أجتهد خدمة لله والناس في هذا الشهر الفضيل المبارك، وليس لأحد سلطان علي سوى الحق، وأنكم تعرفون أن صدام حسين لا يخضع لتهديد أو وعيد أنا كان ومثله أي إطراء في هذه الدنيا الفانية. كان صدام حسين مثل ما تعرفون وسيبقى مثل ما عرفتم إن شاء الله، والله أكبر الله أكبر، والعزة لله ولأمتنا وشعبنا والمجاهدين، الله أكبر، وعاش العراق، عاش العراق وعاشت فلسطين وعاشت أمتنا المجيدة، الله أكبر، وكل عام وشعبنا وأمتنا والإنسانية المحبة للسلام بخير، الله أكبر، وليخسر الخاسرون صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة.